إذا قيل لك هل عبادتي وعملي عوض عن الجنة؟ فقل لا، وإنما جعل جل وعلا العمل الصالح سبباً فقط من أسباب دخول الجنة من باب فضله وكرمه، وإلا فالعمل بذاته لا يؤهلك لدخول الجنة ولو عملت حياتك كلها. في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني من باب المعاوضة، من باب المعاوضة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ